مشاهدينا الكرام، أحييكم أينما كنتم وأهلا بكم إلى نشرة من الإمارات. وفي أبرز العناوين: خالد بن محمد بن زايد يعزي محمد سعيد البادي في وفاة والدته. محمد الشرقي يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم. الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة العمل على خارطة طريق لمسار السلام في اليمن. الفجيرة وجهة ثرية بخياراتها السياحية وقبلة لقضاء عطلات الميلاد ورأس السنة. جيون تكمل بنجاح أول رحلة استكشافية لأبحاث الغلاف الجوي في الخليج العربي. نتنياهو يتوعد بتكثيف الهجوم على غزة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة في القطاع. قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي واجب العزاء إلى معالي الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين. وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. هنا سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، متمنيا سموه لهم السعادة وأن يعم السلام والأمن والمحبة العالم كله. ودون سموه عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في منصة إكس: نتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد لكل المحتفلين حول العالم مع أمنياتنا للجميع بعام يعمه السلام والخير. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عددا من رجالات دبي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي بتوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين ورفاهيتهم ورفعتهم في مقدمة الأولويات الاستراتيجية التي توليها حكومة الإمارات كل الاهتمام وتسخر في سبيل تحقيقها كافة الإمكانات. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي عددا من رجالات دبي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في زعبيل، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل الدائم مع المسؤولين والمواطنين والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم ومناقشتهم في الموضوعات التي تمس حياتهم وأعمالهم من أجل تلبية تطلعاتهم وتهيئة كل ما يلزم لتمكينهم من الاطلاع بأدوارهم على الوجه الأمثل كشركاء في بناء مستقبل دبي ودولة الإمارات على وجه العموم. وتبادل سمو ولي عهد دبي خلال اللقاء الحديث مع الحضور حول عدد من الموضوعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما تم التطرق إلى عدد من المسائل المتعلقة بالأهداف الاقتصادية الطموحة للمرحلة المقبلة وما هو مطلوب القيام به من أجل صون المكتسبات التي حققتها إمارة دبي في جميع القطاعات والوصول إلى إنجازات جديدة تدعم تصدر دبي لمؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات. وأكد سموه أن الاهتمام بالمواطنين وتحقيق طموحاتهم في
العمل والعيش، سيبقى على رأس أولويات دبي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببذل كل الجهود لخدمة أهلها والعمل على تقديم كل ما من شأنه ضمان راحتهم وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لهم، منوها سموه بمضي دبي في تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز ازدهار دبي وتقدمها. أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي أن قيادة دولة الإمارات تركز في رؤاها وتوجهاتها على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الريادة العالمية في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من الحصول على خدمات سهلة وسريعة ومبسطة وتوفير الأدوات والحلول التكنولوجية والرقمية والذكية التي تيسر حصولهم على كافة الخدمات الحكومية بأسلوب سلس يمتاز بالكفاءة العالية وعلى مدار الساعة. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مركزي الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين التابعين للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والحاصلين على تصنيف 6 نجوم ضمن الدورة التقييمية لنظام النجوم العالمية لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2023. وكان في استقبال سموه سعادة اللواء سهيل سعيد الخيالي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وسعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات وسعادة اللواء سهيل جمعة الخيالي مدير عام الهوية وجوازات السفر وسعادة اللواء خليفة بالقوبع الحميري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة. رحبت دولة الإمارات بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام، معربة عن الأمل في تجاوزها والتوقيع عليها في أقرب وقت. وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار. حذرت وزارة الخارجية الإماراتية من الرسائل الاحتيالية التي تصل باسم بعثاتها الدبلوماسية الموجودة في الخارج، ودعت مواطني الدولة والطلبة للتحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة. وأهابت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس مواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها، مثل طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدم للدراسة وذلك للحصول على منحة دراسية. استقبل سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة العميد سعيد علي لوتاه القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، يرافقه عدد من الضباط وصف الضباط بهدف المتابعة والتنسيق والاطلاع على سير العمل في المؤسسة والإجراءات والخدمات الخاصة بالنزلاء. حضر الاستقبال كلا من سعادة العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد أحمد بن كاسب الحمودي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد حمد بن سعيد شاهين مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد خليفة علي الحمودي نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، وعدد من الضباط والعنصر النسائي في الجهتين. تتميز إمارة الفجيرة بثراء خياراتها السياحية، الأمر الذي يجعلها وجهة جاذبة لقضاء عطلات الميلاد ورأس السنة.
بفضل ثراء خياراتها السياحية والترفيهية، تشكل إمارة الفجيرة وجهة مثالية لقضاء عطلات الميلاد ورأس السنة، حيث تتميز الإمارة الساحلية المطلة على خليج عمان باحتضانها لأشهر العلامات الفندقية العالمية وأكبر مراكز التسوق والترفيه، إلى جانب الأسواق التقليدية والشعبية. وعلى صعيد المنشآت الفندقية، تمتلك الإمارة خيارات متنوعة من الفنادق تقدم لنزلائها كل سبل الراحة والرفاهية بما يتناسب مع مختلف الميزانيات، كما يغلب على هذه الفنادق طابع الهدوء والاسترخاء في طبيعة جذابة تجمع ما بين الجبل والبحر، إضافة للصحراء التي تضفي لعشاق السفاري تجربة فريدة. وتقدم مراكز التسوق والترفيه مع الأسواق التقليدية والشعبية فرصة ممتعة للاستمتاع بزيارتها والاطلاع على أنشطتها المتنوعة وتجربة مختلف أنواع المأكولات العالمية والمحلية. ومع انتهاء الدقيقة الأخيرة من العام 2023، سيتمكن زوار المدينة وقاطنيها من مشاهدة فعاليات وعروض الألعاب النارية المتميزة التي ستقام في أبرز المعالم السياحية للإمارة. وأيضا الفجيرة تواصل دعم قطاع العقارات وتعزز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار. تثبت إمارة الفجيرة يوما بعد يوم ريادتها وتطورها في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة وجاهزية القطاع واستدامته وقدرته على المنافسة في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز مكانتها كبيئة حاضنة للاستثمار العقاري، تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وترسيخ موقع الفجيرة ضمن أفضل المناطق الاقتصادية في العالم. وتواصل حكومة الفجيرة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حماد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله دعمها للقطاع العقاري في الإمارة من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والمبادرات والقرارات التحفيزية وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال والمطورين العقاريين والترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الفجيرة، وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية المستدامة التي تعزز من نمو وازدهار القطاع العقاري في الإمارة. ويأتي هذا الدعم لمواكبة النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة ودعما للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات بالفجيرة، ما يؤدي لزيادة الزخم الذي يحققه هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة والدولة، انسجاما مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الفجيرة على خارطة أفضل الاستثمار العقاري. هذا وتتجه أنظار العالم خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري إلى دولة الإمارات التي باتت وجهة لسياح العالم. كما كل عام مع اقتراب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تتصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية على مستوى العالم، وتتحول الإمارات سنويا في فترة الأعياد إلى محطة سياحية لملايين الزوار، ولا سيما في ظل الفعاليات الكبرى التي تشهدها مناطق الدولة والتي تتناسب مع الشرائح العمرية كافة، حيث تشير التوقعات الصادرة عن المؤسسات السياحية وشركات الطيران في الإمارات إلى استقبال أعداد قياسية من المسافرين خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وذلك استنادا إلى ارتفاع الطلب على السفر للإمارات ذهابا وإيابا وارتفاع معدلات الأشغال الفندقي إلى الحد الأدنى. وستزخر أبو ظبي بفعاليات عديدة وعروض مبهرة لأجواء رأس السنة الميلادية، كما تتجه أنظار العالم إلى دبي لمشاهدة احتفالات المدينة بليلة رأس السنة، فيما ينتظر الجمهور العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تناسب الجميع في أنحاء المدينة لاستقبال العام الجديد. وسيتم تنظيم العديد من الأنشطة ضمن مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الرائعة في أشهر الوجهات في المدينة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يحييها أفضل الفنانين والفرق الموسيقية وعروض طائرات الدرون المبهرة والحفلات على الشاطئ ومهرجانات الطعام التي تلائم الجميع والأنشطة الترفيهية المباشرة وعروض التسوق المخصصة للمهرجان. في نهاية عام 2023 يتطلع العالم إلى الإمارات باعتبارها النموذج الأمثل لجودة الحياة باحتضانها 200 جنسية وتبنيها مبادرات محلية وعالمية تعود بالنفع على البشرية وتعزز من خلالها القيم الإنسانية النبيلة. في ظل التحديات العالمية يتطلع العالم إلى الإمارات باعتبارها النموذج الأمثل في جودة الحياة
وذلك لاعتبارات عديدة أبرزها ما تنعم به الدولة من أمن وأمان واستقرار وازدهار اقتصادي وسياحي وخدمي. وتنسج الإمارات عبر احتضانها أكثر من 200 جنسية خيوط الوئام والود والتلاحم المجتمعي في مجتمع يسوده القانون والعدالة والتعايش السلمي. وتسعى الإمارات في كل عام لترسيخ مكانتها على الساحة العالمية كأفضل الوجهات للعيش والعمل والاستقرار بفضل جهود قيادتها لتحقيق الريادة في شتى المجالات. وخلال 2023 كانت أجندة الإمارات زاخرة بفعاليات ضخمة واستثنائية جمعت قيادات ومسؤولين وخبراء وعلماء ومبدعين من شتى أرجاء العالم في مؤتمرات كبرى ومنتديات ولقاءات إقليمية ودولية ومهرجانات، كما شهدت أحداثا اقتصادية وثقافية ورياضية ومعارض للصناعات والابتكارات والكتب والفنون ومبادرات رائدة. وهدفت الدولة عبر هذه الأجندة لصياغة أفضل الحلول لتحديات الحاضر والمستقبل وللاحتفاء بالقيم الإنسانية النبيلة المشتركة كالتسامح والتعايش والإبداع والتواصل بين المجتمعات البشرية، ولترسيخ أركان الشراكات السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار حوار شامل ومستمر وفق أسس الاحترام المتبادل للثقافات والحضارات. وعلى مدار العام مدت الإمارات يد العون والمساعدة للدول والمجتمعات في أوقات الأزمات. واليوم ومع اقتراب ميلاد العام الجديد تتمنى الإمارات للعالم كله السعادة والسلام والأمان والمحبة والخير. تجربة الإمارات هذه تحمل نظرة القيادة الرشيدة في أن يسود العالم السلام والازدهار من دون نزاعات ولا حروب ولا أزمات. تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة سجلا إنسانيا حافلا في العمل الخيري أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتواصل السير على نهجه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر مدي أيادي الدولة البيضاء لتشمل المعوزين وغير القادرين حول العالم دون تفرقة بسبب جنس أو لون أو دين باعتبار أن الجميع أخوة في الإنسانية. التراحم والتعاون وتقديم يد العون والمساعدة نهج إماراتي راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، غرس أينع خيرا وإحسانا وبذا لا ينضب، حتى غدت الإمارات أكبر الداعمين والمساعدين على مستوى العالم للعمل الخيري والإنسانية. وعلى نهج زايد الخير تواصل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نثر بذور العطاء والإخاء والسلام في بقاع الأرض وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للشعوب الفقيرة دون النظر إلى دين أو عرق أو لون، مسطرة مواقف مشرقة ونماذج ناصعة أسهمت في إنقاذ العديد من الشعوب المنكوبة ومد يد العون والإحسان لها ونصرة الأشقاء والتخفيف من وطأة معاناة المساكين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم. بمنظوماتها الإنسانية والدبلوماسية عملت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين الذين يعانون وضعا صعبا وحرجا في غزة، ولم يتوقف الجسر الجوي المحمل بمواد إغاثية عاجلة للتخفيف من حدة الأوضاع ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء وكبار السن، وللوقوف إلى جانب الشعب السوداني في محنته، حيث حرصت دولة الإمارات على تقديم المساعدات العاجلة للمساهمة بفعالية في جهود الإغاثة الدولية والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الإنسانية على الأشقاء في السودان. وباعتباره قيمة إنسانية سامية تتعدد أنماط وطبيعة العمل الخيري الإماراتي ما بين تقديم الدعم المادي والمعنوي والمؤازرة خلال الأزمات والمحن بلا تفرقة أو تمييز والنجدة والإنقاذ في حالات الكوارث والحوادث الطبيعية، فقد جاءت استجابة دولة الإمارات مع نداء الواجب الإنساني بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فوريا وضمن أوائل الدول على الأرض للمشاركة عمليات الإنقاذ في تجسيد واضح للحضور الإنساني والتضامن الدائم والكامل مع المجتمعات المتضررة حول العالم. فتحول مفهوم العمل الخيري في دولة الإمارات إلى سمة مجتمعية وسلوك راسخ يستند إلى إرث أخلاقي متأصل في الإنسان الإماراتي السباق دوما إلى فعل الخير بأياد وقلوب بيضاء.
كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعضاء لجنة مؤتمر الأطراف كوب 28 عددا من المتطوعين والموظفين العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى الذين شاركوا في إنجاح فعاليات المؤتمر. باعتبارهم عنصرا مؤثرا هاما في إنجاح مؤتمر المناخ كوب 28، كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعضاء لجنة المؤتمر وعدد من الشخصيات المؤثرة والمتطوعين بالهيئة الذين شاركوا في إنجاحه. وقام سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونواب الأمين العام بتقديم الشهادات التقديرية للمكرمين تقديرا لدورهم في تعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية المستدامة. وخلال المؤتمر عرضت الهيئة عبر منصاتها في المؤتمر أبرز إنجازاتها في مجال الاستدامة ومشروعاتها الخاصة بالطاقة المتجددة حول العالم، فضلا عن تنقية المياه وإنشاء المساكن البيئية المصممة بمواصفات صديقة للبيئة ومصنوعة من سعف النخيل ومن مواد معاد تدويرها، بجانب مشروع حفظ النعمة وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمختلف مساراتها. كما تضمن مشاركة الهيئة عددا من المحاور التي يوليها مؤتمر المناخ أهمية قصوى، تتضمن مبادراتها في مجال التنمية المستدامة والأمن الغذائي والاستجابة والاستباقية والتطوع. مشاهدينا الكرام، نشرة من الإمارات متواصلة، ولكن بعد الفاصل. الأمن السبراني يدعو المؤسسات والأفراد لأخذ الحيطة من الهجمات السبرانية. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الاقتصادية. ماذا لدينا كريم؟ أخبار المال والأعمال محمد مع الزميلة نداء عربيات. محمد وكريم شكرا جزيلا. مشاهدين ننتقل إلى أهم المستجدات الاقتصادية خلال الفقرة. تفضلي نداء، لديك الكلمة. أهلا بكم من جديد. أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الدور البارز للشركات العائلية في تعزيز النمو واستدامة اقتصادات العالم، حيث وفقا للتقديرات أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و 60% من إجمالي القوى العاملة، و 70% من الناتج الإجمالي العالمي. وعلى صعيد دولة الإمارات، وصلت نسبة مساهمتها إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وفق رؤية نحن الإمارات لسنة 2031. جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الاقتصاد سجل الموحد للشركات العائلية وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في الدولة بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. وفي خبرنا الثاني، أظهر مؤشر أداء الإيجارات السكنية لشهر نوفمبر لسنة 2023 في دبي الذي تنشر شهريا دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع بروبرتي فايندر ارتفاع عدد عقود الإيجار المسجلة خلال شهر نوفمبر إلى نحو 62,210 عقود، أي بزيادة نسبتها 2.04% مقارنة بشهر أكتوبر الذي جاءت أعداد العقود فيه إلى 60,963 عقدا. وعلى أساس سنوي فبلغت أعداد العقود في سنة 2023 بزيادة نسبتها 17.18%، وجاء العدد في سنة 2022 في نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة إلى 53,086 عقدا، وما يصل إلى
بالنسبة إلى باقي العقود ما يصل إلى 34,420 مقابل 27,790 العقود الجديدة، أي ما يشكل 44.67% من الإجمالي. وفي خبرنا الثالث، أعلنت بلدية مدينة أبو ظبي إيقاف خدمتي إصدار وتجديد وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر. وقالت البلدية بتدوينة في حسابها الرسمي على منصة إكس التالي: نلفت عناية حضراتكم إلى أنه تم إيقاف خدمتي إصدار وتجديد وقوف عربات الطعام المتنقلة حتى إشعار آخر. والمزيد لدينا عن أسعار الذهب، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات، بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في مارس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2063.78 دولارا للأونصة بحلول الساعة 4:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولارا في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 2074.9 دولارا للأونصة أيضا. وبالنسبة لأسعار العيارات الشعبية في دولة الإمارات ووفق سوق دبي للمجوهرات، فجاء سعر الذهب عيار 24 كالتالي: 250 درهم إماراتي لعيار 24، و231.5 لعيار 22، و224 درهم إماراتي لعيار 21. وأما عن أسعار النفط فلم تشهد تغيرا يذكر الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، حيث ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 7 سنتات أو 8 أو 0.8% إلى 78.75 دولارا للبرميل. وأما خام غرب تكساس فانخفض إلى 73.41 بنسبة 0.2%، أي ما يعادل 15 سنتا إلى 73.41 دولارا للبرميل. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية فقرتنا الاقتصادية، عودة إليكما كريم ومحمد. شكرا لك زميلتنا نداء على هذه الأخبار الاقتصادية. دعا مجلس الأمن السبراني جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السبرانية التي عادة ما ينشط منفذوها بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد وموسم الإجازات. وأكد المجلس ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات ونشر الوعي الأمني بين الموظفين والأفراد للتصدي لمثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية المشاركة بل لمشاركة البيانات بشكل استباقي. وذكر أن المخترقين يستغلون ظروف الإجازات والاحتفالات بالعام الميلادي الجديد على مستوى العالم التي يكثر فيها الاعتماد على الخدمات الرقمية، وأيضا تنفيذ الهجمات السبرانية التي قد تضر بالآخرين في حال وقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات. اختتم المخيم الكشفي العربي 33 فعالياته بنجاح كبير تحت شعار الكشفية نهج الاستدامة، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. مخيم الكشف العربية واحد من أهم التجمعات الشبابية من مختلف الدول العربية، اختتمت أعماله بنسخته 33 بنجاح ومشاركة شبابية واسعة في دولة الإمارات، رغم استضافتها للمخيم للمرة الأولى في تاريخها تحت شعار الكشفية نهج الاستدامة. شارك في المخيم أكثر من 1500 كشاف وكشافة من 19 دولة عربية مختلفة، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والقيادة بين المشاركين. هذا اليوم طبعا هو هناك عدد من الفعاليات، ربما انتم اخذتوا
بعض اللقطات لها فعاليات الدول المشاركة، ونحن نسميه اليوم الوطني. عادة آخر المخيمات العربية يكون في يوم وطني، تكون في فعاليات من الدول المشاركة، عاداتها، تقاليدها، أكلاتها الشعبية، زيها الشعبي، أهازيجها إلى آخره. فاليوم هو اليوم الوطني، وعندنا أيضا حفل ختامي للمخيم اللي أؤكد حقيقة نجاح المخيم في تحقيق أهدافه، وهو لم وجمع الشباب العربي 1500 كشاف ومرشدة، 1200 كشاف و300 مرشدة على أرض المرموم هنا في دولة الإمارات. اطلعوا على معالم الدولة، اطلعوا على كافة المعالم في الدولة، وكذلك على ممارسة أنشطة سواء في محمية المرموم في أرض المخيم، وكذلك زيارات لمعالم الدولة، وكان هناك بعض الورش والمحاضرات الهادفة شاركت فيها حقيقة كثير من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة لإظهار هذا المخيم بالنجاح الذي كنا نتمناه. والحمد لله المخيم ولله الحمد شهد به الجميع المشاركين أنه من أنجح المخيمات التشفير العربية، إن لم يكن الأنجح بينها بالحضور الكبير وبتنوع الفعاليات. وسط أجواء المخيم احتفلت 19 دولة عربية باليوم العربي للدول المشاركة في المخيم، واشتمل الاحتفال على إقامة فعاليات متنوعة تضمنت مسابقات كشفية وورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية تعكس تنوع وثراء التراث العربي، بجانب فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية لتعزيز الروح الرياضية والترابط الاجتماعي بين المشاركين. شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، وأخبار أخرى من الإمارات في هذا التقرير. حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية العنيفة التي تحرضهم على العدوانية، لافتة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع. ودعت ضمن حملة شتاؤنا آمن وممتع أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار، ولفتت إلى ضرورة الانتباه لمخاطر وقوع الأبناء ضحايا لمحتالين والإعلانات والروابط المغرية للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة. أطلقت بلدية دبي مبادرة لتجميع 3 ملايين عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها، وهو ما يعادل 60 طنا من البلاستيك الذي يستخدم على نطاق واسع في عبوات المياه والمشروبات الغازية والعصائر وحافظات الأطعمة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وإلهام الأفراد والمؤسسات لاتباع خيارات صديقة للبيئة. وستشمل المبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع ملابس عمال النظافة في البلدية من خلال خيوط منتجة من العبوات المعاد تدويرها بنسبة 100%. أنجزت دائرة البلدية والتخطيط عجمان مشروع إنارة طرق مدينة مصفوت بطول 12 كيلومتراً وبتكلفة إجمالية 3 ملايين درهم، وذاك باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED. وفي إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة مناطق الإمارة، أنجزت خلال الفترة الماضية مشروع إنارة الطرق في منطقة الرقايب والياسمين السكنية، والتي تعد منطقة سكنية تشهد حركة مرورية على مدار الساعة، وذلك بطول 20 كيلومترا باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED التي تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، في ظل تبني البلدية خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع حيوية وتطوير البنية التحتية. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الزميل كريم ليطلعنا على آخر أخبار التكنولوجيا. لديك كريم. بكل تأكيد محمد، وأعزائي المشاهدين سنتابع سوية أخبار التكنولوجيا. انتهت هيئة البيئة أبوظبي من إجراء أول مهمة استكشافية لأبحاث الغلاف الجوي في الخليج العربي
على متن سفينة الأبحاث البحرية الحديثة جيون. وقال المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة المهندس فيصل الحمادي أنه سيتم جمع النتائج بواسطة فريق يضم نخبة من الخبراء من مختلف الجنسيات، وسيتم الاستفادة من النتائج التي ستكون متاحة في عام 2024 في العديد من الأبحاث والدراسات، كما سيتم استخدامها لتعزيز فهمنا بشأن تكوين الأوزون في المنطقة وتحسين نماذج الغلاف الجوي. صحيح أن العالم يسعى للتحول من الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحتباس الحراري إلى مصادر للطاقة البديلة، إلا أن مشكلة تلوث أخرى ظهرت إلى العلن تتمثل بمخلفات ألواح الطاقة الشمسية مع وجود كميات ضخمة منها خارج الخدمة، ما يسبب أو إما بسبب التحطم أو انتهاء الصلاحية. وللتخلص من هذه المشكلة تقوم إحدى الشركات بولاية أريزونا الأمريكية بإعادة تدوير تلك المخلفات والاستفادة منها بدلا من تركها تسبب التلوث والضرر. So some of the commodities and value recovery that we get is silver, copper, aluminum, glass, silicon. These are all resources that we can extract from solar panels. تدرس شركة جوجل استبدال بعض موظفيها بالذكاء الاصطناعي، حيث تطلع الشركة إلى نقل أو الاستغناء عن بعض أعضاء فريق المبيعات بعدما جرى تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة للشركة بتأدية وظائفهم. ووفقاً لتقارير صحفية فإن ذلك يشمل إنشاء أصول مصممة بالذكاء الاصطناعي للعملاء فيما يتعلق بالحملات الإعلانية، مع الإشارة إلى نحو 30 ألف موظف يعملون في قسم الإعلانات لدى جوجل، نصفهم مخصص لخدمات اليوتيوب والبحث والجيميل والخرائط. توقعت تقارير صحفية أن تبدأ أبل بشحن نظارة الواقع المختلط فيجن برو في أوائل شهر يناير المقبل. وصفت النظارة بأنها منتج الشركة المهم لعام 2024، وهي حاليا قيد الإنتاج بكميات كبيرة، على أن تبدأ الشحنات في الأسبوع الأول من شهر يناير وسط توقعات بإنتاج وشحن نحو 500 ألف وحدة خلال العام المقبل. ختام أخبار التكنولوجيا، والآن عودة إليك محمد. شكرا لك كريم. مشاهدينا الكرام، النشرة متواصلة ولكن بعد الفاصل. وفيها مصادر إعلامية تؤكد أن البرهان يلتقي حميدتي الثلاثاء. أهلا بكم من جديد. نتنياهو يتوعد بتكثيف الهجوم على غزة، والأمم المتحدة تحذر من مجاعة في القطاع. في وقت زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة المدمر والمحاصر متوعدا بتكثيف الهجوم العسكري عليه. قتل نحو 100 فلسطيني في الساعات الأخيرة في غارات إسرائيلية واسعة النطاق على القطاع، ومع دخولها يومها 80 ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20674 قتيلا وزهاء 55000 جريح بحسب ما أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة. أما في الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مقتل 2 من عناصره ليرتفع إجمالي عدد قتلاه إلى 156 منذ بدء الهجوم البري. وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار والخسائر البشرية الفادحة والأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالكارثية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال ثابتا على موقفه بمواصلة القتال وتكثيفه في الأيام المقبلة وإطالة أمده. لكن عائلات محتجزين في قطاع غزة أطلقوا صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء أثناء إلقائه خطابا في الكنيست. وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين وضع نتنياهو ثلاثة شروط مسبقة
لابد منها لتحقيق السلام، وهي تدمير حماس ونزع سلاح المسلحين في غزة واستئصال التطرف من المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة إقامة منطقة آمنة مؤقتة على محيط غزة وآلية تفتيش على الحدود بين غزة ومصر تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية وتمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، مؤكدا رفضه إسناد إدارة القطاع مستقبلا إلى السلطة الفلسطينية التي قال إنها تمول الإرهاب وتمجده في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أنه يجب على إسرائيل في المستقبل القريب أن تحتفظ بالمسؤولية الأساسية عن الأمن في غزة. وفي القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مطبقا منذ 9 من تشرين الأول، صار 85% من السكان يائسا وفق وكالات الأمم المتحدة التي تقول إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، على الرغم من تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو إلى تعزيز تسليم المساعدات الإنسانية فورا وعلى نطاق واسع. لم تسجل زيادة كبيرة في هذا المجال، وحذرت الأمم المتحدة من أن معظم المستشفيات في القطاع باتت خارج الخدمة، ومن أن جميع السكان سيواجهون في الأسابيع الستة المقبلة مستوى عاليا من انعدام الأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى مجاعة. كشفت مصادر مطلعة أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميدتي سيلتقيان الثلاثاء في مدينة عنتيبي الأوغندية، واللقاء سيكون الأول بين الطرفين منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي. ويأتي اللقاء المرتقب تنفيذا لمخرجات قمة دول الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا إيجاد التي انعقدت في جيبوتي مطلع ديسمبر الجاري. البحرية الهندية تعزز وجودها في بحر العرب بعد سلسلة هجمات. بعد سلسلة من الهجمات استهدفت سفنا تجارية، أرسلت البحرية الهندية 3 سفن حربية وطائرة استطلاع بحرية من طراز B-8A إلى بحر العرب للمحافظة على وجود رادع، وكانت ناقلت مواد كيميائية قد أصيبت السبت قبالة السواحل الهندي في هجوم شنته مسيرة، قالت الولايات المتحدة إنها انطلقت من إيران، في حين نفت طهران أن تكون ضالعة في الحادث. وكانت السفينة المستهدفة MV شامبلوتو التي ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها إلى شركة يابانية راسيا الاثنين قبالة مرفأ بومبي في غرب الهند. ووفقا للبحرية الهندية فإن تحليل منطقة الهجوم والشظايا على متن السفينة يشير إلى هجوم بمسيرة، والأمر بحاجة إلى تحليل أعمق. وأتى هذا الحدث بعد سلسلة هجمات بمسيرات وصواريخ في الأسابيع الأخيرة في البحر الأحمر شنتها ميليشيات الحوثيين، ودفعت هذه الهجمات كبريات شركات الشحن في العالم إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر وتغيير مسارها عبر رأس رجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الإفريقية، على الرغم من ارتفاع تكاليف هذه الرحلات الطويلة. وعززت الهند أيضا جهودها في إطار مكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، حيث استهدفت سفينة ترفع علم مالطا بهجوم في منتصف أيلول سبتمبر، وأرسلت نيودلهي مدمرة قادرة على إطلاق صواريخ إلى المنطقة لتعزيز جهودها لمكافحة القرصنة في خليج عدن، على ما أوضحت البحرية. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها شنت هجوما على فيدوسيا في شبه جزيرة القرم، ما يعيد التوتر إلى شبه الجزيرة. انفجار هائل وكرات لهب تتصاعد من ميناء فيودوسيا الروسي في شبه جزيرة القرم، والقوات الجوية الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن الانفجار. انفجار من شأنه أن يعيد التوتر إلى شبه جزيرة القرم من جديد. تظهر اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام روسية وقوع انفجارات قوية وحرائق ضخمة فوق منطقة الميناء في ساعات الصباح الأولى من اليوم، والتي هي على بعد 100 كيلومتر فقط من جسر كيرتش. بدوره أقر حاكم منطقة القرم سيرجي أكسيونوف بوقوع هجوم جوي أوكراني على بلدة فيودوسيا على ساحل البحر الأحمر، ويأتي الهجوم الأوكراني الأخير على شبه جزيرة القرم بعد ساعات فقط من إعلان سلاح الجو الأوكراني تدميره سفينة الإنزال الحربية الروسية نوفوتشيركاسك في البحر الأسود.
ونظرا للتطور الأخير وازدياد الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم خلال الفترة الماضية، بنى الجيش الروسي دفاعات مضادة للدبابات وتحصينات معقدة في شبه الجزيرة بعيدا عن الخطوط الأمامية جنوب أوكرانيا، بل بالقرب من الأراضي الروسية المعترف بها دوليا. كما وحفرت روسيا شبكة من الخنادق المتطورة تمتد على مسافة عدة أميال في محيط بلدة ميدفيديفكا الصغيرة التي تقع قرب معبر يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لأوكرانيا. الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات أدت إلى تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص في أقصى جنوب تايلاند. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات أدت إلى تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص في أقصى جنوب تايلاند وفق ما ذكرت السلطات يوم أمس الاثنين، واضطرت 12 مدرسة على الأقل في إقليمية لا ونراثيوات إلى إغلاق أبوابها، كما تم قطع بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية. وأظهرت الصورة الملتقطة في هذه المنطقة النائية المنازل والمتاجر وقد غمرتها المياه الموحلة والسكان وهم يحتمون بالطوابق العليا. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق ما لا يقل عن 7 قوارب في خليج تايلاند وبحر أندمان منذ الجمعة. وأشارت هيئة السكك الحديدية الوطنية في المملكة إلى أن تسيخ القضبان أدى إلى توقف حركة القطارات المتجهة نحو الحدود الماليزية في بلدة يالا، وطلبت السلطات من سكان هذه الأقاليم الاستعداد للإخلاء في حال ارتفاع منسوب الفيضانات. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى ننتقل إلى الزميل كريم ليطلعنا على آخر مستجدات أخبار الرياضة. لديك كريم؟ بكل تأكيد محمد، الكثير من الأخبار الرياضية نتابعها سويا. بدأ منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم معسكره الداخلي في العاصمة أبوظبي اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا والتي تقام في قطر في الفترة من 12 من يناير إلى 10 من فبراير العام القادم. ومن المقرر استمرار المعسكر الداخلي في أبوظبي بقيادة مدرب المنتخب باولو بينتو حتى موعد السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 من يناير المقبل لخوض منافسات كأس آسيا، حيث يلعب الأبيض الإماراتي ضمن المجموعة الثالثة وتضم إلى جانبه منتخبات إيران، فلسطين، هونغ كونغ. ويتخلل معسكر أبو ظبي خوض وديتين أمام قرغيزستان يوم 30 من ديسمبر الجاري وعمان في 6 من يناير المقبل. يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية 3 مباريات ودية أمام نظيره اللبناني أيام 27، 28، و29 من ديسمبر الجاري ضمن معسكره الداخلي المقام حاليا في دبي. وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الإمارات في فبراير من العام المقبل، حيث يعول الجهاز الفني للمنتخب خلال هذه التجارب الودية أمام المنتخب اللبناني على زيادة القدرات البدنية والفنية للاعبين والتي تشهد تطورا إيجابيا في كل مرحلة. تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم والمقام على الاستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وذلك بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد مساء الأمس. وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة عرضية في الوقت القاتل للاعب الأهلي إمام عاشور لتصطدم بلاعب فريق سيراميكا كليوباترا جاستن آرثر لتسكن شباك فريقه. وشهدت الدقائق الأخيرة حصول محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا على البطاقة الحمراء، وبهذا الفوز يضرب الأهلي موعدا في النهائي مع مودرن فيوتشر المتأهل من فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح. هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد البرازيلي للعبة باستبعاد كل من منتخباته الوطنية وأنديته من جميع المسابقات الدولية بسبب تصرفات محكمة في ريو دي جانيرو. وكانت محكمة في ريو دي جانيرو قررت في 7 ديسمبر الماضي إقالة دينالدو رودريغيز من منصب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجميع المسؤولين الذين عينهم بسبب ارتكابه مخالفات في وصوله إلى منصبه عام 2022.
ومن المتوقع أن يشكل الفيفا لجنة للبت في هذا الأمر في 8 يناير المقبل. وفي غضون ذلك إذا تم تنظيم انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد البرازيلي، فمن الممكن أن يفرض الفيفا عقوبات تصل إلى حد استبعاد المنتخب الوطني والأندية من المسابقات الدولية. ختام أخبار الرياضة، والآن عودة إلى محمد. شكرا لك كريم على هذه الأخبار. وفي ختام نشرتنا تقريرنا الختامي، بيع فستان مخملي للأميرة ديانا بأكثر من $1,000,000، وأخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير، نتابع. في محاكاة واقعية لبعض تفاصيل فيلم الشهير وحيدا في المنزل هوم ألون، سافر طفل أمريكي لم يتجاوز 6 من العمر على متن رحلة طيران خاطئة أبعدته عن وجهة الأساسية مئات الأميال، مما أثار فزع عائلته. وكان من المفترض بالجدة ماريا راموس أن تستقبل حفيدها كاسبر بالتاريخ 21 ديسمبر في مطار بمدينة فورت ماير جنوب غربي فلوريدا قادما من فيلادلفيا، وذلك لقضاء عطلة عيد الميلاد معها. لكن عند هبوط الطائرة التابعة لشركة سبيريت لم تجد الجدة صغيرها بين الركاب، والذي كان من المفترض أن والدته سلمته لشركة الطيران لرعايته وضمان وصوله إلى الوجهة المقصودة. وسارعت راموس عندئذ للاستفسار عن حفيدها من إحدى المضيفات، بيد أن الأخيرة أكدت أن الطفل لم يكن موجودا على متن الرحلة المقصودة. وأوضحت راموس أنها عاشت لحظات رعب لا توصف بعد أن تأكدت أن الطفل الصغير لم يكن على متن الطائرة، لتكتشف لاحقا أنه كان على متن طائرة أخرى توجهت به إلى مطار أورلاندو بولاية فلوريدا على بعد 4 ساعات من بيت الجدة. بمبلغ قياسي بلغ 1.1 مليون دولار تم بيع فستان الأميرة ديانا المخملي في مزاد علنية، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للمزادات جوليانز أوشنز. وتم بيع فستان السهرة الأسود في مزاد جوليان في هوليوود مقابل 1.1 مليون دولار، وكان سعر المزاد أعلى بـ 11 مرة من القيمة المقدرة. ويكتمل الزي المخملي الشهير بتنورة زرقاء مزينة بحزام وقوس كبير. ومن الجدير بالذكر أن ديانا ارتدت هذا الزي لأول مرة عام 1985 في إيطاليا خلال جولة ملكية مع الأمير تشارلز. في حفلة هي الأولى من نوعها عزف 3 موسيقيات يابانيات من ذوات الإعاقة الخميس الماضي السيمفونية 9 لبيتهوفن مع يوكوهاما سينفونيتا في قاعة سانتوري في العاصمة اليابانية، مستخدمين بيانو يعمل بالذكاء الاصطناعي. ويتولى هذا البيانو مساعدة العازفين من خلال تتبع نغمات المقطوعة وتعزيز أدائها بتحريك تلقائي للمفاتيح المطلوبة من دون أن يضغط عليها العازف نفسه. وشكلت إحدى العازفات مصدر إلهام لبرنامج الذكاء الاصطناعي، إذ أن تفانيها في التدرب بإصبع واحد دفع معلميها إلى التعاون مع شركة الموسيقى اليابانية العملاقة ياماها. وأثمر هذا التعاون نسخة مفتحة من بيانو ياماها الذاتي العزف الذي طرح عام 2015، وكانت حفلة عيد الميلاد الموسيقية في طوكيو الخميس الأولى من نوعها. وخلافا للعزف الذاتي التقليدي يتوقف بيانو أيكان، إذ نقر العازف على النوتات الخاطئة. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا. تذكروا دائما بمحبتكم نرتقي، وبالأمل نلتقي. نشكر لكم حسن المتابعة، بأمان الله.